ركز معايا كده، انا هرفع الغلف اهوت. ادي العناكب منظرها عامل ازاي، عباره عن عش كبير جدا للعناكب اسفل الغلف. تعالى اوريك بقى كمان حشره البق الدقيق. انا هكشف اهوت الغلف الخارجي، ارفعه لفوق واقرب الكاميرا، هتلاقي حشره البق الدقيق زي ما انتم شايفين كده واضحه جدا مختبئه اسفل الغلف الخارجي. لو عندك اشجار عنب عمرها اكبر من 4 سنوات، ففي خطوتين مهمين جدا لازم تعملهم للقضاء على البياض الدقيقي وكمان القضاء على العناكب. زي حضراتكم ما شايفين كده، دي اشجار عنب كبيره في السن. طبعا احنا في الشتاء القلف بتاع الشجره نفسها متشقق او جاف جدا، ودي بتكون فرصه كويسه جدا لحشره البق الدقيقي وحشره العناكب انها تختبئ اسفل القلف ده وتكمل دورة حياتها. فبنلاقي البيض وبنلاقي الحريات وبنلاقي الحشرة الكاملة اسفل القلف. شايفين حضرتك العناكب عاملة ازاي بين القشرة الخارجية اللي هي القلف وبين الخشب الداخلي او اللحاء. بعيدا بقى عن برودة الجو في الشتاء وبعيدا عن تيارات الهواء، وتقدر تعيش الى ان يبدأ الجو في الدفء في فصل الربيع، تنشط هذه الحشرات مرة اخرى وتصيب الاوراق وتصيب الثمار وتسبب خسارة كبيرة جدا في المحصول. ركز معايا كده، انا هرفع الغلف اهوت. ادي العناكب منظرها عامل ازاي، عباره عن عش كبير جدا للعناكب اسفل الغلف. تعالى اوريك بقى كمان حشره البق الدقيق. انا هكشف اهوت الغلف الخارجي، ارفعه لفوق واقرب الكاميرا، هتلاقي حشره البق الدقيق زي ما انتم شايفين كده واضحه جدا مختبئه اسفل الغلف الخارجي. طب هنا اعمل ايه؟ لازم اتدخل بخطوتين اتنين. الخطوة الأولى هو تقشير أو إزالة القشرة الخارجية أو القلف من كل الشجرة بتاعت العنب، لكن لو في قشرة أو قلف متماسك أو لاصق في خشب الشجرة ما تحاولش تزيله بالعنف. هقوم طبعا بالمرور على كل الشجرة وأزيل أي قشرة أو قلف خارجي غير ملتصق بخشب الشجرة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده. طريقة سهلة وبسيطة خالص جدا، أي عامل ممكن يقوم بيها بدون احتياج إلى خبرة. الخطوة الثانية بعد الانتهاء من تقشير كل أجزاء الشجرة، هقوم برش أحد المبيدات الحشرية اللي هتقضي لي على النوعين دول من الحشرات. طب واحد يقول لو أنا ملحقتش أعمل الكلام ده وبدأت الشجرة تطلع عندي نموات خضرية، أقول لك سيب القلف زي ما هو ولازم ترش رش حشرة اللي هقول عليها دلوقتي، بس تكون رشة بتركيز، تغسل الشجر كويس جدا جدا حيث يوصل المحلول إلى أماكن اختباء الحشرات. ايه بقى المبيض اللي ينفع في القضاء على النوعين دول من الحشرات اللي هم البق الدقيقي والعناكب؟ هنستخدم اي مبيد مادته الفعاله كلور برفوس 48%. معدل الاستخدام بتاعه بيكون بمعدل 1.5 ملي من المبيد لكل لتر ميه، يعني لو هستخدم مثلا 200 لتر في الرش حط عليهم 300 ملي، يعني حوالي تلت لتر من المبيد. لو انا عملت الخطوتين دول باذن الله هضمن ان الاشجار بتاعتي تدخل موسم النمو الجديد، تكون اوراق وتكون ثمار بدون اي اصابه. شكرا لحسن سماعكم والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.